ايش يقول؟ اي وين سكت وجاء وهو طيفه يمون، رحت هوجس له وبين له ولاي مكسب عيوني من الفرقه مزون تمطر لطاريه والبرقة استقاي والبرقة استقاي يا اخي بن فطيس. اعطونا سواليف، اعطونا علوم. اي بالله سولفوا. ازعجت نور محمد المسعود. اي والله صوته هلال. والله قسم بالله انا ازعجت، انا ازعجت نفسي، ازعجت نفسي، انا ازعجت نفسي. ما دام اني ازعجت نفسي فلا تزعجون نفسي، تزعجون انفسكم عشان ما تزعجون نفسي. عندك قصيده انا؟ ها؟ لا تستنفذها. وشو؟ خلنا كل ما انا قاعد الحين كلها كل اللي اسويه ذا، شوف النشاز الصوت اللي يطلع الحين، النشاز الصوت، البلاوي اللي تطلع الحين من الصوت، وحتى الاخطاء في الكلمات دي طال عمرك كلها مجرد اجمع لحن، اجمع الحون واجمع الحون، ما اجمع الحون واضبط الحون، ولا ادري من الهواجيس الشيء كثير، وهذا خصم 50 بعد تشغيل. المهم اقول لك في العلم ما بلا سلامتكم. امال كل اللي كلها اصلا تعوذ بالله. كان في المجتمع ما يتقبل الإنشاد، كان في المجتمع يحطم المنشد. حر حر يعني. كان يشتكي من الحر. جابين شعرين استهلكوه. جابين شعرين وجابين واحد مزعج. كل ما حد كتب له بيتين جرب. ومن الوقت والجلوس معهم حتى وصل لدرجة أنه يطالع ساعته كل شوي. الرجال صار مشغول ومهموم ذابح النوم ومسجون. قال مهموم ما قال ولا فاز المطبخ. وحاله شين وفاله رضي. لا تنسى ملف دفنه، بدفنه ها؟ ملف ملف يقدم فيه. وشو؟ تقدم على الشعار. ايه يلا يلا. الزلام شكلك كذا، شكل واحد راح يقدم. والله وخريج ثانوية ما قبلوها الجامعات. شو؟ يا اشهد بالله هذا هذا شكل. على الغترة. والله. لا من هذا يطبخ ذا. وغاسل كف منام صفحت بعض اليدين وقافل بوجهها هالها صناديق البريد. ها؟ كمل طيب. ها؟ كمل. روح سوالف فرح. حط رجع. حط رجع فوق الرجع. هي جل شان اللي ملكوته على عريشه. المكارم ما تعادمك مثل العبده. شفت شفت شفت. تو قاعد جاي سوالف. ما نبي نسوي قصايد ونبي ذا. ها؟ هذه هذه قصيده تغنيك عن فاتك. لا تصرف. فاتتك طبخة ابو محمد اليوم عزيز. تكفى تكفى يا منيف، شلني معك لا جيت تروح اسحبني يا اخوي. انت سالم شيلوا. انت شوف كانوا عندنا بالغرفه لا ترى ما ارقد اثنين اثنين نومهم ثلاثه نومهم ثقيل صراحه. انا نومي مو ثقيل. المركز الاول كان عندنا خالد عميس الله يذكره بالخير. كنت اصحي للصلاه اسحب اذنك كذا ابدا. اعوذ بالله خالد عميس اول. لا ما ي... يا لا يا حيا قهوه قهوه ثلاث قهوه قهوه يلا تجون اسلم. كنت اصحي كذا الى ما ينقعد راسك كذا الله يذكره بالخير. ايه لما يحس بالألم يلتفت ثم وغرس مره ثانيه وشوي مع خشمه لما يقول اللي ثقيل نومه الثاني انت. لا والله نومي والله انت. تعال يوم شو اسمه طلع ذاك المستشفى راقدنا ساعتين جاء عمر قال سعد قمت على طول ما والله انت نومي انا خفيف بس وشو الكلام متى ارقد حبيبي ارقد مثلي يا رجل من قبل لا يبدا كلام اليوم اسحب على طار النوم. على طار النوم انا لو تحط جنبي منبه اصحى ما عندي مشكله لكن فيني مشكله. شايف هنا ما عندي مشكله لكن هنا في مشكله. مشكله وش هي؟ انا اعرف وش المشكله. ايام اجيك تعرف تخابرين انت منبه الجوال ذاك المزعج اللي كانه طاط طاط ما زجم منه ذاك. اقوم عنده ما عندي مشكله اصحى من النوم اناظر فيه فيه زر من الشيطان ذا اللي هو يسمونه 10 دقائق غفوه غفوه طقها غفوه طقها وراها غفوة ارقد تجي غفوة وراها تجي غفوة سكة غفوة عندي محاضرة مشكلة ونوم نوم الشغل الثالث سك غفوة فهمت تحس الجوال يوم ما عاد يقول طاطا يقول قم 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 فهمت سك غفوة اخر شيء ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ شوف من يقول طلع الجوال طف التنبيه انا ما ادري ايش اشغله طيب محمد انا تراني من النوع تبري تبري دمك ارقد ارقد بدري ذمك كانك شغلت مره في البيت انوم احيانا اتاخر في النوم الساعه 2 ارقد عرفت اقوم على الفجر اصلي الفجر ارجع اتقهوى ترى هذا جوي اتقهوى افطر اذا كان عندي دوام رحت داومت ما عندي شيء اطلع قضي لي شغله من النوع الصبح اقوم اغبش الصباح لازم اقوم اطلع يا اذا مره في البيت اتقهوى وافطر طال عمرك واجلس ابو ساعتين ثلاث ساعات وارجع انام اذا ما عندي شيء. فمتعود انا على قومه الصبح مهما متى ما نمت بس هنا صحت هنا
هنا متى نوم؟ بعد الفجر. وغير ذلك يا ولد تعب منه لك طول اليوم ولا جاء بعد الفجر. احيانا تطري علي مواضيع، اجلس اكتب قصايد، اكتب اجهز، عرفت؟ في اليوم الاسبوع كامل، الاسبوع كامل كم تمر علينا فقره وكم تمر علينا مناسبه؟ كل هذه احضر له. إيه كل ما جت فقره دراما، فقرات العيال. هنا والله ضبطه، هنا والله العظيم بضغط. ايه ضغط والله ضغط، بس صدق انها تحرك مخي. سعد حرك مخي، بس انا ابي اصحى الصباح بيت الشباب. لا عادي، في طريقه. عادي عادي، منظر جميل والله، والله العظيم له منظر، والله منظر. يلا اسلم يا عيال. واحد من عيال، اعطيني اعطيني فنجان. واحد من اخوياي اذا عنده دوام يحط منبه وين؟ يحط جوالي اذا شغل منبه يحطه فوق دولابه. يحطه فوق الدولاب، عرفت؟ ويقوم يصايح الجوال عشان يقوم، غير يناقز، لا ناقز لهم صح. هو اصلا المعروف انك تبعد المنبه لا هم صح صح انك تبعد منه. والله اني اقوم على الصوت الهادي اكثر من الازعاج. الازعاج انا اعاند، تزعج ما داني الصياح ذا تجي تصيح عندي. سحبني على منير. على منير، تعال تعال تقهو تقهو منير معنا فنجال. طيب ايش اسمه؟ اسلم. قال يا اسلم. اقول الازعاج، جي واحد صايح عندي. اعطني البيز. ما اقول طلع البراد يا ابو حمد. اعطني البيز يا ولد. في شيء نحط عليه؟ دقيقه بس انا طلع البراد. حطه هنا. في غير ترى في عادي، ما يحتر. الدلة الثانية وين هي ولد؟ اسلم. الدلة الثانية بزين. اسلم. قال يا اسلم. انت على مكان شافتني اسلم، خلصت سالفتي. ممكن شوي يعيدها. يا عيال لا مرة رايح الجامعة. كم مرة قد رجع البيت؟ مرتين ثلاث مرات. ملي مرتين ثلاث مرات يرجع البيت بسبب شيء نساه. هل أنت يا عمي قاهي؟ هذا أنا متأخر يا ولد، بلبس ثوبي وأشغل الموتر وعلى الدعسة. يبعد بيتك على الجامعة. يجيك العلم وأداوم على شارع. ومرت المحطة صرافة إلا أبوكي في البيت. انزلت. وأرجع أخذ أبوك. تمام؟ تين يوم أخذت البوك طال عمرك وأرجع عند المحطة، نفس المحطة أنا قريب من بيتنا. إلا جوالك. يجيك العلم. لا جوالي معي. وطلع الجوال ما في شاحن. وأدور السلك طال عمرك ما لقيته. فهمت؟ يوم عودت وأدور السلك أدور ولقيت السلك وأخذه. والله اني ماشي، قلت خلني ماشي عند شاره. يوم مشيت عند شاره طقيت طعمك لما اشحن السلك ذا، قلت وارجع البيت قلت عليه حرام اروح الجامعه. قلت في بلا بيصير لك قدام، خلني حقت البيت. ما حد درى عنك. والله ما رحت. ذكرتني بطاقتك. والله شو شكلي يا ولد. والله عقب اللي اكثر واحد عرفني في الشارع وقال انا مهبول عامل النظافه. يا ولد اخترعك وش مشطفه رايح جاي. من اعطار النسيان. انا ما انسى الا اذا كان في شيء مشغول بالي. شيء مشغلني افكر فيه ولا مستعجل على مكان متاخر عليه. تعال خذ لك نسيان. خذ لك فداغه. اجي طال عمرك محل. انا وين رايح؟ رايح عند طال عمرك الزبده. انا رايح للعزيمه في شرق الرياض. المغرب طال عمرك انا مر محل ملابس تجاريه عند البيت، باخذ لي طاقيه. انا مر وحط جوالاتي اثنين، حطها على الطاولة وادخل داخل واخذ البطاقية واطلع جوالاتي على الطاولة واركب متر وتر وانزل مع الجسر. رحت ابعدت. يوم اخذت دور جوالي بدق دور فتش مهمي. انا على الجسر بعدت بيد وانكسر من فوق اول مخرج ودور امشي 200. انا الحين قاعد اتخيل وش النار راح جوالي ليه؟ الارقام والمعلومات اللي فيه ولا جوال كل كل الجوالين مليانه معلومات، مليانه ارقام، مليانه حساب. والله العظيم الراحة اني اضيع مستقبلي كله. عاد ذاك الايام ما كان عندي اي كلاود. اي كلاود ما كان فيه جوال حق ما سويت. ممتاز. واجي وقف عند المحل وانزل اول ما طلعت فيه الا طلع جوالات اعطاني اياها. الله يا اخوي واطيح اركبي. والله العظيم اني ما عندك واحد واجد. قمت اطلع من بوكي فلوس واعطيه، ما ادري كم اعطيته، الظاهر اني سدد دينه من الفرحه. قال دخل علي واحد. قال دخلوا علي اثنين شباب
شافوها وواحد منهم دفه كذا يبغى ياخذها يقول لمحتهم انا وعرفت انها لك امسك لك اخ من داخل واخذها وحطها في خذها سالم الله يرحمه قام يتحايلوني يبغى ياخذونها كفو يقول قفلت الدرج بيض الله وجهك فيجيني احيانا احيانا اخلي موتري شغال مره اكلم اكلم وقف عند البيت انا انزل اخلي السياره شغال إيه؟ اكلم يا ولد اكلم موضوع السيارات يا ولد اللي ما لها صوت موضوع مهم يا ولد اكلم لو موتر رفيع تدري انه شغال لكن احيانا والله رفيع ولا موتر مزعج ولا هادي انا اكلم يا ولد موضوع مهم اشين حاجه على طاري نسمع انزل وادخل وخليه شغال ما انت الا واحد من خواجه قمت شغال تحميه في الصيف ايش وضعك اشين حاجه على طاري النسيان ابوي الله يطول بعمره يجي مثلا يقول مثلا راح جيب لي ماء اطلع من بيت الشهر اول ما اطلع مثلا انسى يا شينا عاد ابوك لا هو من النوع اللي خلاص قدك شيء عاد ترجع لي يا ويلك اتذكر هو قال لي شيء يشرب اي رجع اجلال ولا شاي اي فهمت من ابوي منه خلاص اذا تقهويت وتجيب لي قهوه ثانيه معناها انك مضايع وانت بصحي ها بيرات تلقاه ما في انا قلت له يجيب المهم قادته بيرات بجيب بجيب يا محمود المهم يا ولد شو اسوي وش اسوي؟ الوالده ما فيه لو انها موجوده كانت خارجني فهمت؟ واروح المطبخ قلت اسوي قهوه وسوي شاي فهمت؟ اي مشروب جيبوه اي اي سوي قهوه سوي شاي فهمت؟ لان اذا هو قهوه شاي ادري انه يدري انها بتطبطب شوي ولا بدعين واتحرى صوته بس فهمت؟ يوم قلت وناظر ما مدها ما درت انه ما 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 خلاص وعد نبي جيب الله درت انه ما لانه مستعجل يبيها ضروري الله وكيلك شو اسمه الجيك على وجهه جاي اذا نسيت ادفع والله العظيم مشكله ولا يا الله ذا الغبن هذي حتى هي نفس المشكله جوالك ولا شوف جوالك ناسيه قمت مرض خاصه في رمضان تروح تجيب الغرض قدها في الذن لم تصل السوبر ماركت الا ما تدري وش يبون. احيانا الشباب نجي تعبانين، احيانا انا اطلع اروح ادور اتعشى ولا روح لحالي. يا اخي الجوال ذا يخرب السفر. لا ما يخرب السفر، يخدمك خدمه يعني زي الجوجل ماب هذا وزي اول شيء تطلع لك الاماكن عربيه. فهمت؟ ثاني شيء انا مثلا سكنت في فندق هذا ما ادله صح اروح مكان بعيد احيانا ضيع اركب تاكسي لان الصينيين ما يعرفون الانجليش ولا يعرفون ما في لغتهم ما يعرفون شيء حتى لو يعرف يمكن ما يتكلم فيها هم يبون لغتهم هي الاساسيه في العالم موقع الفندق ادخل الواتساب وارسل على نفسي فهمت رحت مكان مطعم اذا جيت مكاني اللي انا فيه الجروب اللي احنا فيه احنا ثلاثه ارسل لهم انا وين وصلت لو صار ما صار انا في مكان فلاني حتى لو تطلع ما يقطع وارد كله بخير حتى لو تطلع مع تاكسي ما اقدر يلعب عليه ما اقدر اللوكيشن موجود اول ما اركب مع التاكسي اشغل لوكيشن واقول اروح يشغل لانه هم ما يتعاملك بالقطوع لا على ما تركب يدق الجهاز ويمشي وبعضهم لا يدق الجهاز ويقعد يلعب عليك هو يروح منه لا شاب معك لوكيشن عارف هالشيء ذا خلاص لا انا اقول لك لا سفرت تروح اي مكان ارسل مكانك مثلا انت رايح مع جروب شباب اكيد تحطون واتساب بينكم تضيفون بعض ارسل موقعك اي مكان تروح له ارسل موقعك اي مكان تروح له اي كان صارت اي مشكله لو نعرفهم مكانك والله السفر حلو صراحه بس لا تصل فيه مرحله الادمان واذا مساله واذا رحت والله أنا من رايي مثلا أنا واحد يعني عمره 37 سنه ما تزوج كل سنه بتصبر لا عاد هذه شوف كل شيء له ادمان له مرحله توصل مرحله الادمان لكن الشخص العاقل اليوز ما بين حياته الطبيعيه وحياته السفر والترفيه أيوة. حط الجوال هذا ادمان وان جالس الحين بس لكن لما توزن مع جولستيك ولا جيت شيء جولستيك كبار جيت ها دقيقه بجي بتقهوى بجي لا شوي الله أنكم صدق طيب شو اسمها أنت تصلح لك أنت تركيا تركيا جميلة فيها ثقافات فيها متاحف فيها أشياء تاريخية فيها أشياء يعني أنت بتروح طيب على طريق تركيا أثار الخلاف كنت أنا وأخوي الله يرحمه الله يرحمه أنت ما بغيله دق سلفة أركب وش دق سلفة أركب وش لا الصمال الطوقي
التنهاك ما في مكان. اقلط 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 والله سواليف ابرك من وايل. لا 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 ارحم والديك هذه طبيه يا مروح. يعلم الله ان دعيرها ابرك من قصيدك. هاي اخلا اخلا عندك اكواب يا منيف؟ لا والله تسلم انا فداك تسلم. يبغون اكواب بجيب لك اكواب. ايش اسلم سالم يبغوك على التنهات على الطوقي على التنهات على الطوقي على ما في مكان بالجيب هذا. الجيب هذا انت زاحم فيه اربع خمس مع عزبتنا مع قشره انت زاحم انت زاحم. لا تقول ابو جنوط نجمه. لا ما هلل هذا هلل بلو ذكرت من اخوانك مع واحد. اسلم اقول لك هو ينقرد حظي وانا ابيعه. ليش اوكاد اني بعته ومن فلوسه رتبت المجلس وبطنت وذا بعته على نهاية الشتاء. راح يشتكي يعني ايه راح يشتكي يبغى مايكه. لا المايك ما يشتغل. تبدي غير غير احجار مايكه ما انسطحت وقتها يوم بعته. ليش؟ نهاية الشتاء وبداية صيف يوم جا الشتاء اللي عقبها تلفت يمين يسار ما غير انا وسيارتي الصغيره. يا ولد الامطار والعالم مكشيت وانا وسيارتي الصغيره كل ما هذا وقف على يمين الخط وقف وانزل على يمين الخط ايش قهوتك جنب الخط وما يرش عليك والناس تشوفهم يوم ينزلون يسمون ويطلعون وانت جالس على يمين الخط. عد ذاك الشتا وانا من صفحه تبدي قلت الشتا الجاي والله ما يجي الا واجيب بالصيف واقوم لك ادور 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 والقى لك جيب بديره بالشملي نفس الموديل واخذه واغير لها الكفر واجي ماشي فيه. يوم وصلت محطه العتش حفر العتش اي على طريق قصيم الرياض يوم وقفت الرفرف اللي قدام يحك بالكفر اللي قدام والله ان كفره محفوره كذا شوي تنفجر عاد بالون خطير. اي بالله لونك تمشي 120 وانفجر فيك البالون ولا مامي ستر الله ولا مودع. الله يوم وقفت عند الصدفه وقفت عند البقاله وجه الجيب وجه البقاله الا الدخان من عند الكفره. يوم نظرت كفره الكفره قال لك كذا يا ولد محفوره حفر لا ما عندي استبل ماشي بدون استبل وراه عند بنشري بحطها ورا ماشي 80 لما وصلت الرياض. انفض لك الجيب فوق 4000 ريال نف لا ما هو كفرات كفرات نفسها شريت واحده جديده وخليت هذه استبل. شو كنا قالت تحك لانها كبيره؟ لا ما لا نيمي ما يحك الرفرف قال مايل الرفرف مايل واضبط لك الجيب. يوم جهزت عزبه وعزبه وكل شيء الا قال منيف انت مرشح لزيد فرصتك. خلى الجيب يقعد يا حبيبي خلى عند المسجد يا الرب. ذكرتني طال عمرك كان معي جمس حور 93 غير عادي عرفت الفوركس فور وشاي ها؟ معلش ضيف تشرد سامحني. اي اللي يجي على بديل حوض حوض اللي يجي فوركس فور شراها الشايب الله يرحمه. شوف انجالك اخوي. لا بس بس ما في شيء ما في شيء بس شراها ابوي الله يرحمه عام طال عمرك 2006 2007 الموتر جديد شكمان هنا انت جديد دبل وشغل يجيك داخليته زرقاء بركسون عريض. المهم اول الايام حاطينه في الحوش وكذا لين استلمته عطني كفرات البالون ولا انت حق الكنود اللي يجيك طالع من البديله حديده ذي ولا انت الشال عن فوق وانت على التنده والدعاميات فيها العده كامله والعزبه والصندوق مفصلين له صندوق ورا في الحوض حق الماء اللي تحت بزبوز. يا ولد الموتر مكمل كل ما طنت بركت الله ركبت 102 3 وموتر ثاني ورانا هم هم شق طال عمرك في الطعوس في النفود في اي مكان وقف طال عمرك افتح الحوض وقرب العزبه والبزبوز تحت حق الماء والدعاميه فيها مليان تكلوها الشنكار حق الذبيحه طلعه على طول تبارك الله ما شاء الله الين طال عمرك قدر الله عليه وخبط مدافع على البلاء خلاص مدق رجلك على الدعس يا ولد الموتر لما دعست تعبت على صوت الجمس كل ما دعست يا ولد زاد صوته ما تعاين لانك لانه يحك يوم اسلم اعطني قهوتي قال اسلم اقول لك عقب ما خبط طال عمرك ما حوت دينه لا بعناه عقبها جت عاد عقبها موتر ثانيه جيب مع اخوي وجيب مع ولد عمي وهنا طلع على ذا وعلى هاي لوكس على طاري المواتر
الوالد جاب لأخوي نايف جمس باب واحد 94 94 94. باب هاني؟ لا لا جمس باب واحد، باب واحد. ايه باب هاني بليزر. ايه يا سلام عليك. شفت الجمس اللي يجيك الصالون؟ لا باب واحد، باب هاني اللي مرتبته الدف الدزها بليزر. الله الله. ايه كم ماشي يوم جابه الوالد؟ تعقب كم ماشي؟ ها 16 ما شاء الله. جايبه في 2005 2005 2005. حكومي؟ ها حكومي. ما ادري وين جايبه. نظيف ابيض الفارفه. إيه الفارفه زرق طال عمرك من داخل كحلي. القير الطويل، عرفت القير الطويل؟ ايوه العادي. وين تلقى القير؟ كان عندنا وش اسمه؟ وارد. وارد تعرف ايش وارده؟ فهمت؟ طيب يا ولد شيخ حتى لدلك ندبل قراطيس عليه شيخ ان شاء الله. عرفت؟ موتر يا اخي يذبح الموتر وخفيف نفس يا رجال. كل ما جينا عند المحطه لا في نفسه بس انه اوتوماتيك. اسمع في نفسه دائما تلقاه اوتوماتيك، لكن القير العادي اذا تخاب القير الطويل ذا ما تلقاه. اي اللي كذا ايه قير جامد ما شاء الله تبارك الله. الموتر نظيف. المهم عقب سنتين طال عمرك يوم بيع اخوي نايف قال ابيعه. يا ولد اي والله عيون الله خير يا ولد. قال ابيعه الموتر لقطه. يوم عرضه طال عمرك في احد المواقع. هاي ارحب يا ابو فيصل. ابو فيصل على 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 بدايه المواقع. يا مرحب. صور 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 ما اجي مكانك. تكفى ما اجي مكانك. لا لا عرفت اني طالبك. ترك انا رجعك صور ابو فيصل. تعال ابو فيصل تعال تعال اقرب ابشر مركاتك وبجي بينكم. لا 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 تعال تعال. لا ما ماني يا اخي. لا يلا ها ها علمتهم قصة. المهم طلعتكم صوره هو من اسمع صوره طال عمرك يوم صور من داخل العالم كلهم هو ما يسالونه اوتوماتيك ولا اوتوماتيك. فهمت؟ العادي ما يلقي يا ولد. امشي عليه مزاد من الموقع اشتري واحد من الطائف. ملعقه كم اخذ؟ تخيل يعني شراه ابو تعال سواه يمكن 45 50 45. والله اعطاه الرجال وهو ماشي ماشي في 30 30 30 30. نظيف نظيف جديد جديد والله. حرام شفت مرات به والله انك تحت الباب انك تشم ريحه الوكاله. حرام تشم ريحه الوكاله. طبعا اليوم سالنا الوالد جايبه من ايش يسمونه؟ مخزن في ايش يسمونه؟ السرداب تحت ذا يسمونه البارك اللي تحت. ايه عند احد فهمت؟ عند الشركة. ايه جابه على الطاري هذه. واحد في عندي نتفه جاهزه بس ما ودي اطير جبت. والله ودك نشوفهم بيتين بالله. اعطهم بيتين ولا بيتين وراك يلا بسرعه. يدق في السالفه. يناظر فيك بالله. خلهم بالله. خلهم سولف على شيء. اعطهم بيت بالله. اعطهم بيت وراك.